ظهرت انقساماً واسعاً في تونس وخارجها بعد طرحها قبل سنوات مشروع قوانين تدعم تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل. ابتعدت عن السياسة والبرلمان لتبدأ معركة ترسيخ الحريات الفردية والليبرالية في بلادها تونس. الناشطة الحقوقية والمحامية بشرى بالحاج حميدة ضيفتنا في السؤال الصعب. أهلا بكم وأرحب بضيفتنا الناشطة الحقوقية التونسية بشرى بالحاج حميد. أهلا بك سيدة بشرى، ونبدأ معك برنامج السؤال الصعب بفقرة حق الرد. سيدة بشرى، قبل 3 سنوات تقريبا ترأست لجنة الحريات الفردية والمساواة في تونس. دعوت أنذاك في تقرير اللجنة إلى تحقيق المساواة في الميراث بين الجنسين وإلغاء كل من عقوبة الإعدام وإلغاء أيضا المهر والتشديد على حق المرأة التونسية بمنح جنسيتها إلى زوجها الأجنبي. هناك من اتهمك بالعلمانية المتطرفة بسبب كل هذه النداءات التي طلبت بها، كيف تردين؟ أرد أنه فعلا تقدمنا بتقرير حول الحرية الفردية والمساواة في كل المجالات، يعني قدمنا مجموعة من الاقتراحات التي تتضمن تحسين وتغيير وتنقيح القوانين حتى نضمن لكل التونسيين والتونسيات كل الحريات الفردية والحق في المساواة. نحن ربما أنت ذكرتي العلمانية، لكن أنا اتهمت بالكفر وهددت وحتى بالقتل من جراء هذا التقرير الذي قمنا به مجموعة تسعة من الناس. أنا ردي واضح، اليوم عدة مجالات كانت تعتبر من المحرمات من الممنوعات، لن أسرد يعني كل المجالات، مثلا أقول الربا، أقول منع الكحول، كل هذا كانوا ممنوعات، ومع هذا لم يمانع لا الدول ولا المجتمعات في تغيير القوانين. طيب بما في ذلك سيدة بشرى، الحدود ممكن لو سمحتي سيدة بشرى، أنت نعم. قلت بأنك تعرضتي للتهديد بالقتل، هل لديك علم بالجهات التي هددتك نعم. بالقتل وكفرتك أنذاك؟ هناك شخص معروف حتى في تونس قدمت به بشكاية لدى المحاكم والقضية الجارية، يعني هو رئيس حزب صغير وهو يدعي نفسه ورجل دين مثلا، هذا الناس، ولكن كانت هناك عديد يعني الأصوات. الموضوع أنه عندما يتعلق المسألة بالأموال والممتلكات نتذكر النصوص ونتذكر قدسية النصوص، في حين أنه هناك قراءات مختلفة للمسائل المتعلقة بالحياة، متعلقة بالمعاملات، والتي تطورت على امتداد 15 قرن. أنا أعتبر أن موضوع مثلا الميراث بالذات، لأن هناك عديد القضايا، الميراث بالذات يمس الناس في مصالحهم، يمس الناس في علاقاتهم الاجتماعية، في علاقاتهم العائلية، فكان موضوع ربما مثير أكثر للجدل. ولكن لو نرجع إلى تاريخنا منذ صدور الإسلام إلى يومنا هنا، إلى يومنا هذا، حصلت عديد من الإصلاحات، لأنه العبرة بماذا يريد الإسلام، الدين ماذا، لماذا جاء الدين؟ هو جاء لتحقيق العدل. طالما أن اتفقنا، ولكن يا سيدة بشرى، حتى جامعة الزيتونة يا سيدة بشرى عارضت تقرير اللجنة بشدة أنذاك، وصفته بالمناقض للدستور وللقرآن والسنة، وقالت أنه يهدد تقويض الأسرة والسلم والأمن الاجتماعي، ونتحدث هنا عن جامع الزيتونة. لو يعني على امتداد 15 قرن استمعنا وأنصتنا وطبقنا مثل هذه المدارس، لا أقول جامعة الزيتونة، بعض أو عدد من
أساتذة الزيتونة، لأنه كان هناك أساتذة زيتونة كان لهم موقف منفتح. لو طبقنا تعليمات أو قراءات هؤلاء وكل التيارات المتشددة في الإسلام، لكان ربما اليوم لم تصل المرأة لأدنى ما وصلت إليه اليوم، لأنه كان دائما هناك أصوات داخل الإسلام وداخل الاجتهاد التي ترفض أي نوع من أنواع الاجتهاد في القرآن وفي الدين. اليوم لابد أن نعلم أن هناك أصوات التي بدأت منذ 19 قرن وفي تونس وفي مصر وفي عديد البلدان الإسلامية التي نادت بقراءة مختلفة، التي تأخذ بعين الاعتبار الأهداف وماذا يريد الإسلام أساسا، وكذلك ظروف صدور أي نص قرآني. لماذا؟ طيب سيدة بشرى، هل تفاجأت بردة فعل جامعة الزيتونة؟ اسمحي لي فقط، هذه الجامعة التي صنعت رواد الإصلاح الديني والاجتماعي في تونس مثل محمد الطاهر بن عاشور، الطاهر حداد، يعني وهما من منظري مجلة الأحوال الشخصية، ما استغربت أنه عارضوا هذه القوانين وهذه المشاريع؟ لم أستغرب، لأني أعرف أن التركيبة السنوات الأخيرة تقريب 20 سنة جامعة الزيتونة، ربما حتى في داخل الجامعة نفسها هناك مشاكل بين التيار المتشدد الذي أخذ أكثر مجال وبين التيار المنفتح الإصلاحي الذي هو تواصل لابن عاشور والطاهر حداد. هناك اليوم الحقيقة، يعني هل سيطر التيار المتطرف على جامعة الزيتونة سيدة بشرى؟ هل يعني سيطر هذا التيار المحافظ؟ نعم نعم نعم، التيار المحافظ هو المسيطر الآن، ليس هناك انفتاح حتى في الانتدابات، حتى في قبول التلامذة الطلبة الذين ربما ليسوا في نفس التوجه جامعة الزيتونة. ولم تلتفت السلطة السياسية في تونس على امتداد 10 سنين لإصلاح هذه الجامعة وجعلها ربما فضاء لتقدم بالأفكار، لتقدم الأفكار بعلاقة بتطور المجتمع، لأنه المجتمع يتطور. والأكبر دليل قلت لك أن هناك عديد من القضايا التي كانت تعتبر ممنوعة أصبحت يعني متاح بها، لأن المجتمع يتطور والمجتمع عنده قراءات مختلفة وحتى العلماء. وأكبر دليل أقول دائما، لو كانت القضايا هذه محسومة فكيف نفسر أن هناك آلاف وآلاف من الكتب ومن المنشورات التي تكون مختلفة تماما والقراءات مختلفة متنوعة في خصوص نفس القضية؟ تجد 20 قراءة لنفس الموضوع و20 تأويل لنفس النص. طيب لنتابع سيدة بشرى مقطع من كلمة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، نتابع أيضا ونستذكر موقفه من المساواة في الميراث، نتابع. أنا إحنا ما عندناش راهو علاقة بحكاية الدين ولا بحكاية القرآن ولا بحكاية الآيات القرآنية. إحنا عندنا التعامل مع الدستور اللي أحكامه آمرة كما قلنا، ونحن في دولة مدنية. والقول هو أن المرجعية تاع الدولة التونسية هي مرجعية دينية خطأ، وخطأ فاحش مش موجود. هذا يقول فصل 2 واضح، دولة مدنية. أنا اقترح وأنه المساواة في الإرث تصبح قانون. يعني استمعت إلى كلمة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، من الواضح أنه كان يدعم هذا المشروع. لماذا وعلى الرغم من سلطته آنذاك لم يرى هذا القانون النور إلى اليوم سيدة بشرى؟ هو لا يدعم، هو بادر بتكوين هذه اللجنة التي كان لي شرف رئاستها، يعني هو الذي بادر، فالمبادرة جاءت منه. مع الأسف هي أنه ربما مشروع القانون وصل في آخر سنة البرلمانية، وكانت هناك حسابات انتخابية لدى كل الأحزاب، يعني كل أحزاب كانت تخشى لو ساندت مشروع القانون المساواة بين النساء والرجال في مادة الميراث ربما تخسر ربما جزء كبير من الناخبيها، وكانت حسب رأيي خطأ جسيم. وأكبر دليل أنهم على كل حال
نفس الأحزاب التي عارضت ولم على أقل لم تتحمس لهذا المشروع لم نجد يعني أصبح هناك مقايضة، حدثت مقايضة سيدة بشرى؟ يعني هل حدثت مقايضة برأيك؟ هناك من يرى بأن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي تعرض لابتزاز أنذاك من قبل حركة النهضة حتى يتراجع عن هذه الخطوة. أنت كنت شاهدة على ما حدث، هل حدث نوع من المقايضة؟ هو لم يتراجع. كيف تفسري أنه لم يرى النور؟ لم تحصل مقايضة ولم تحصل ابتزاز، لأنه نحن لما وقع إيداع مشروع القانون كان لدينا العدد الكافي لتمرير مشروع القانون دون حاجة إلى تصويت حركة النهضة. يعني كان لدينا بالحساب العدد اللازم وأكثر منه لتمرير هذا القانون. المشكلة أنه حركة النهضة كان موقفها واضح ومعارض تماما لهذا المشروع، لهذا في أمخاخنا وفي رؤيتنا لم نعول عليها، ولكن كنا نعول على الأحزاب المدنية التقدمية اليسارية. لكن هذه الأحزاب وهي تعرف اليوم، ومناضلي هذه الأحزاب لا يمكن أن ينكروا أنهم تخوفوا من هذا القانون، مشروع القانون، واعتبروا أنه ربما طيب قد سيدة يكون بشرة سبب من أسباب. لماذا عرضت اقتراح إجراء استفتاء على هذا القانون، استفتاء شعبي؟ يعني كان ممكن يكون الحل أنه الشعب التونسي هو اللي قرر. أنا أعتبر أن حق الإنسان، أي خطوة في اتجاه تحقيق الكرامة البشرية والمساواة بين المواطنين والمواطنات لا يمكن أن تمر عبر الاستفتاء. نحن نعيش في مجتمعات ربما العاطفة وربما حتى أكثر من العاطفة، حتى لا أدخل في تفاصيل ومشاكل شعوبنا والكراهية وقلة النقاش وقلة الحوار وعدة مشاكل. لا يمكن أن نعرض هذه القضايا التي هي لابد أن تكون للقيادة السياسية الجرأة والقوة بأن تمر بهذه القوانين عبر مجلس نواب الشعب الذين يمثلون الشعوب. بالنسبة لي أي محاولة للاستفتاء هي اعتماد المنطق الشعبوي، لأنه نحب أم نكره كل قضايا حق الإنسان تكون على امتداد سنوات بل على عشرات سنين قضايا نخبوية. يعني أنت ما عندك ثقة سيدة بشرى أن الشعب التونسي سيصوت بنعم الاستفتاء على المساواة في الميراث؟ أنت مش متأكدة في هذه الحالة، تخشين أنه ممكن يكون في رفض؟ لا، هو لا 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 لا، أخشى أن يقع التلاعب بالشعب التونسي بعواطفه من خلال حملات ومن خلال استعمال بعض وسائل الإعلام واستعمال حتى شبكات التواصل الاجتماعي لشيطانة مثل هذه الحقوق، بينما هذه الحقوق جاءت في الدستور. الدستور ينص على المساواة بين المواطنين والمواطنات، هو الذي ينص أن المرجعية هي حق الإنسان، هو الذي يلزم الدولة التونسية باعتماد واحترام الاتفاقات الدولية التي فيها مبدأ المساواة بما في ذلك في مجال الوصول الحق في الملكية والمكتسبات. لهذا لا أرى كمبدأ أنه يعني بالحق حقيقة أعتبر أنه استبلاه من الشعب التونسي واللعب على ربما عواطفه باستعمال الاستفتاء. طيب ننتقل معك سيدة بشرى، ربما يستعمل في قضايا سياسية لكن لا في مجال حقوق الإنسان التي هي لابد أن تحترمها الدول. ننتقل بك إلى الجزء الثاني من برنامج السؤال الصعب، لكن بعد فاصل قصير. سيدة بشرى بالحاج حميدة، بكم نستكمل نقاشنا مع ضيفتنا الناشطة الحقوقية التونسية بشرى بالحاج حميدة. قبل أن نستكمل هذا النقاش معك حول حقوق المرأة في تونس، نتابع مرة أخرى هذا المقطع القصير للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. لكن قلنا إذا كان نستناه حتى لين المرأة التونسية بتمامهم وكمال من النساء التونسيات يوصلوا المستوى اللازم باش يولي يتمتع بالحصول بحق الانتخاب وحق التصويت وحق كذا والمساواة تحصل، ما نوصلوش وتحب لنا قرون.
إذن هذه كلمة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، رأي وموقف تقدمي وحداثي فيما يتعلق بحقوق المرأة وأيضا تجاوز الثقافة السائدة. اليوم بعد نصف قرن سيدة بشرى، هناك من يرى بأن حقوق المرأة في تونس صراحة تراجعت بعد الثورة، يعني أصبحت هذه المكتسبات مهددة، ما رأيك؟ أنا رأيي رغم كل التخوفات التي عشناها خاصة مباشرة بعد الثورة وبعد سقوط حركة النهضة للحكم، فإننا نجحنا. بالعكس، أنا أعتبر أن قضية النساء والمساواة بين الجنسين أولا ضمنت في الدستور، دعمت ووقع تدعيمها وتطويرها من خلال عديد القوانين. لا ننسى أن في تونس اليوم عندنا قوانين تدعم حق النساء، مثل قانون العنف ضد المرأة، مثل منع، مثل إلغاء، لا ننسى ماذا إلغاء. ولكن يا سيدة بشرى، كل هذه القوانين ضمن الدستور جمدت من قبل الرئيس الحالي قيس سعيد بعد الإجراءات التي اتخذها في يوليو من عام 2021. لا يمكنه أن يجمد أي قانون، ولا يمكنه أن يجمد التطور الحاصل داخل المجتمع والديناميكية داخل المجتمع، لا يمكنه أن يجمد ما تحصلنا عليه النساء في الحياة اليومية من مكتسبات، لا يمكنه أن يغير المجتمع الذي هو رغم ظهور، لأنه كانت موجودة التيارات المتطرفة، المجتمع يتطور يوميا. وأكبر دليل حتى على مستوى المساواة في الميراث، هناك تطور، هناك تحسن حتى في الرأي العام، فهو لا يجمد كل ما هو حاصل اليوم. مع الأسف أن نحن عشنا منذ الاستقلال بفضل بورقيبة الذي فتح الباب أمام تصور كامل مجتمعي إلى حد يعني باجي قايد سبسي، أن السيد هذا أخرجنا من نسوية الدولة. نحن كانت دائما الدولة التونسية مع اختلافنا معها ومع معارضتنا لسياساتها بعلاقة بحق الإنسان والديمقراطية، كانت دولة نسوية، بمعنى أنها دولة تتخذ بصفة مستمرة من قوانين وإجراءات لتدعيم المساواة وللتقليص من التمييز. هذا المسار توقف مع السيد رئيس الجمهورية الحالي، لكن أنا مقتنعة رغم ذلك بفضل المجتمع المدني. سنرى مقطع للرئيس التونسي قيس سعيد. سيدة بشرى اسمحي لي أنا أقاطعك كثير، ولكن لنعرض عليك بعض المواد حتى تعلقي عليها. الرئيس قيس سعيد يطالب بتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أولا. نشاهد معك هذا المقطع القصير ثم نعود إليك لتعلقي عليه. لنسوي أولا بين المرأة والرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. قبل الحديث عن الإرث وفقه المواريث، ثم أن النص القرآني واضح لا يقبل التأويل، ومنظومة الإرث في الإسلام لا تقوم على المساواة الشكلية. من الواضح أنه على الأقل في هذا المقطع الرئيس قيس سعيد يعارض مشروع قانون المساواة في الميراث، على الرغم من أنه يؤيد المساواة السياسية والاقتصادية. هل ترين الرئيس قيس سعيد من الداعمين للمرأة في تونس؟ أولا أنه مرجعية قرآن، هذا يتعارض مع الدستور، لأنه ليس هناك كلمة قرآن في الدستور. ثانيا، السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية أصلا طالما يتحدث على الحقوق الاقتصادية ولا يعرف أنه من بين الحجج المستعملة والحقيقية هي حقوق الاقتصادية النساء عندما نتكلم على الإرث، لأنه نحن لا نتكلم على الثروات الكبيرة، نحكي على قطع أرض التي تحرم منها المرأة، نحكي على المسكن الذي يتعلق بالأمن، الأمن النساء. لهذا فهو عندما يتكلم حقوق الاقتصادية فمن المفروض أنه يعلم جيدا أن النساء التونسيات اليوم حتى على مستوى البنوك هناك مشاكل، أن المرأة التونسية لا تتحصل بسهولة على قروض لأنها لا تمتلك الأرض، لا تملك عقار حتى تعرضه كضمان. ولكن لا يمكن إنكار بأن الرئيس قيس سعيد مثلا سيدة بشرى عين سيدة على رأس
الحكومة في تونس، ألا تعتقدين بأن ذلك يعد تمكينا للمرأة التونسية وإيمانا بقدرتها على القيادة والإدارة في تونس؟ فما هناك ربما عنصر أساسي حسب رأيي وحسب ملاحظتي للمجتمعات العربية الإسلامية، أنه غالبا المحافظين أكثر شيء يزعجهم هو الفضاء الخاص، يعني المساواة في الفضاء الخاص هو الذي يخيفهم، أما المساواة الشكلية على الأقل في الفضاء العام لا يقلق مثل ما الفضاء الخاص، لأنه الفضاء كل التمييز هو الفضاء يمارس فيه العنف، هو الفضاء الذي يشعر الرجل أنه سيد والرئيس والذي يتحكم في العلاقات داخل الأسرة، فهناك يعني منطق أبوي تمييزي ذكوري يجعل من عديد من القيادات في المنطقة العربية أنهم لا يريد يرفضون أي تغيير في العلاقات الأسرية، فهو طبعا شكليا وضع النساء هل مكن هؤلاء السيدات من السلطة الكافية لاتخاذ القرارات؟ مع الأسف إذن هذا يحتاج إلى تغيير العقلية سيدة بشرى، هذا يحتاج إلى تغيير العقلية لا يحتاج العربية. لا أعطيكي مثل يحتاج حسب البعض يوجد هو شاسعة سيدة بشرى بين القوانين والممارسة. نعطيك مثال يتعلق بحقوق المرأة في تونس مثلا، رغم المصادقة على قانون ضد العنف ضد النساء عام 2018، 47% من النساء في تونس يتعرضن للعنف الأسري، هذا فقط عام 2020 بحسب دراسة لوزارة المرأة. موجود قانون، انظري إلى الانتهاكات سيدة بشرى. نعم لا نعرف لا. هو القانون لا تكفي، نحن عندما وضعنا القانون قلنا القانون لا يكفي لوضع حد للعنف، لكن بدون قانون لا يمكن أن تقضي على العنف. اليوم لا يمكن أن نقيم، رغم لنا بعض عناصر التقييم ونعتبر أن الدولة لم تقم بما هو كافي خاصة للوقاية من العنف، لكن لا يمكن تقييم أي قانون إلا بعد على الأقل 10 سنوات. أشكرك. ننتقل معك إلى الفقرة الأخيرة في برنامج السؤال الصعب، وهي فقرة العد العكسي. سيدة بشرى بالحاج حميدة، في فقرة العد العكسي ستكون لديك دقيقة للإجابة عن كل سؤال في هذه الفقرة، أرجو أن تتعاوني معي في احتساب الوقت للرد على كل. رب يستر. يلا، هل تؤيدين سيدة بشرى حل حركة النهضة لمخالفتها مبدأ مدنية الأحزاب السياسية في تونس؟ لا وافق على حل أي حزب دون القضاء، خارج إطار القضاء. طيب، وعن طريق القضاء أنت موافقة أنه يتم حل حركة النهضة لانطلاقها من جرم منطلق ديني وهو الأمر الذي يرفضه الدستور في تونس؟ الدستور لا يرفض مع الأسف أن الأحزاب قائمة على الدين، لهذا لا يمكن أن تطالب بشيء غير خارج إطار القانون. إذا هناك جرائم ارتكبت فالقضاء، والقضاء يعني في إجراءات العادية يقوم بما يراه صالح. أنت كسيدة حقوقية مع فكرة أنه يكون في حزب ينطلق من أساس ديني؟ أنا ضد الأحزاب الدينية ومع أحزاب تقدم مشاريع للمجتمع التونسي اقتصادية اجتماعية بيئية ثقافية دون طيب. تفرقة بين التونسيين على أساس الدين. طيب، سؤالي الثاني ليك، هل انتهت حقبة الإخوان في تونس برأيك بعد الإطاحة بالنهضة؟ أنا بالنسبة لي أكبر خطأ ارتكبه قيس سعيد اللي هو أنه يتصور أنه تنتهي حركة النهضة بما قام به. حركة النهضة كحزب فشل على امتداد 10 سنوات، هو كأي حزب في أي بلد في أي بلد العالم عندما يبقى في الحكم 10 سنوات ولا يقدم ما ينتظره المواطنين والمواطنات فهو يمشي في اتجاه أن يصبح أصغر ما يمكن من حزب صغير ليس له أي حضور وأي تأثير على السياسات العامة للبلاد، فلم نكن في حاجة إلى كل هذا لأنه حزب فشل
وحزب ماشي نحو الضعف تام. يعني تقللي من الخطوة التي قام بها الرئيس قيس سعيد في الوقت الذي يرى الكثير من التونسيين بأنها خطوة مهمة؟ لا، أنا أعتبر أنه دخلنا في وضع استثنائي، في حين أنه لو انتظرنا انتخابات 2024 لكنا تتيقن أن حركة النهضة انتهى دورها كحزب حاكم، وكما تصورت أنها ستبقى في الحكم 20 سنة. ما هو أكبر خطر يتهدد تونس الآن برأيك سيدة بشرى؟ الإفلاس على الصعيد الاقتصادي، ماذا عن الصعيد السياسي أو على الصعيد الثقافي والاجتماعي يا سيدة بشرى؟ أنا أعتبر أن المشكلة الأساسية اليوم اقتصادية مالية، ونحن في حاجة إلى إجراءات في أقرب وقت ممكن، ولكن نعرف أنه مثلا أي مشكلة اقتصادية مالية واجتماعية ممكن أن تهدد الأمن، فيصبح الأمن أمن المواطنين، أمن البلاد في خطر. من هو أسوأ رؤساء تونس حين يتعلق الأمر بحقوق المرأة سيدة بشرى؟ قيس سعيد. لماذا؟ لأنه الرئيس الوحيد الذي لم يقدم ولم تقدم حكومته أي إجراء يتعلق بتحسين وضعية النساء، حتى النساء العاملات في الميدان الفلاحي الذي يقول أنه معهن فلم نرى أي مبادرة. له الحق في مبادرة تشريعية، له الحق في مبادرات إدارية، له اليوم كل السلطات، بما أنه يدعي أنه يدافع عن النساء في الوسط الريفي وخاصة العاملات في الميدان الفلاحي وهو ميدان صعب بل يكاد يكون غير إنساني، فلم نرى أي مبادرة حتى تجاه الفئة الهشة التي نعرفها جميعا وقمنا بما يمكن قيام به لفائدتهن. ما هو الخطأ القاتل للباجي قايد السبسي برأيك الرئيس الراحل؟ وعدم حفاظه على حزب نداء تونس، عدم القيام بما كان يلزم أن يقوم به حتى على حساب ربما عائلته لفائدة الحزب وبقائه وبالعكس تقويته. هل تعتقد سيدة بشرى أنه في تونس سيأتي ربما بورقيبة جديد لها؟ ستأتي بورقيبة امرأة شابة إن شاء الله. تعتقد أنه هذا الدور الذي لعبه في صورة امرأة شابة؟ في صورة امرأة شابة. طيب سؤالي الأخير لك سيدة بشرى، لماذا اعتزلت السياسة؟ لأنه أعرف ما هي السياسة وتعلمت من قريب وتعرفت على كل، مش ليس لا أقول كل، لكن الخيوط السياسة، واعتبر انه من الصعب جدا 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 ان اي انسان مهما كانت قوة شخصيته ومهما كان يعني قناعاته ان يوفق بين السياسه وبين قيم، قيم النظافه، قيم حق الانسان، قيم الحريه. شكرا جزيلا لك يا الناشطه الحقوقيه التونسيه بشرى بالحاج حميده لمشاركتك معنا في برنامج السؤال الصعب على سكاي نيوز عربيه، اشكرك. أشكر أيضا متابعينا، يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة والحلقات السابقة على منصات سكاي نيوز عربية الرقمية.